الله يسلمكم، شكرا لمحبتكم. خير، طب خير ازاي يا رب؟ لو احنا سألنا إليا في وقت من الأوقات لما كان في مجاعة وما كانش في حاجة وقلت له خير، يعني هيدبرها، يعني هتتحل، يعني ليها آخر. قولوا للصديق. الآية دي بتحير بصراحة، يعني لما رجلي توجعني يا رب وتتعبني خير؟ خير. يعني لما يجيلي العيا الفلاني خير؟ خير. يعني خير. طب ازاي بس؟ قولوا للصديق خير. تانية بتقول باعت حالا تلغراف. يا رب خليه عندنا ايمان، ارفع ايماننا بيك. افراح ابتدت. لو كنا سألنا ايوب برضو، ايوب ده لسوعة ورا ايه ده؟ يتاخد منه ده ولاده وخدم بصحته. لو جينا بعد كل حاجة ربنا حرمه منها وقلنا له خير يا ايوب، ده حتى مراته اقرب ماليه قالت له بارك الله، يعني كفاية عليك كده بصراحة، حتى صحتك خدها منك. قال لها تتكلمين كأحد الجهلات، أخير من الرب نقبل وشه. ايه ده يعني يا ايوب لحد الاخر شايف ان هو خير، عشان كده ربنا عوضه كتير. شاف الجيل الرابع، يعني يا رب خير. طب ارفع ايماننا بيك. افراح ابتدت. بخرج بره دايره حزني وتعبي ومرضي وضيقتي ومشكلتي واقول يا رب فرحني بيك.